الباب الثاني أول القرآن، ترتيب القرآن عندنا الآن الفاتحة ثم سورة البقرة آل عمران النساء وعلى تمشي تمام. أول نداء في القرآن في هذه الآية يا أيها الناس. إذا أول نداء في القرآن نداء إلى التوحيد، وأول فعل أمر في ترتيب القرآن اعبدوا يعني وحدوا، أمر بالتوحيد. وأول نهي في القرآن في هذه الآية فلا تجعلوا لله أندادا، نهي عن الشرك. الله سبحانه وتعالى في أول سورة البقرة قسم الله سبحانه وتعالى الناس إلى ثلاثة أقسام: مؤمن، نسأل الله يجعلني وإياكم منه، وثنى بالكافرين، وثلث بالمنافقين. وأطال الله سبحانه وتعالى في وصف أهل النفاق، لماذا؟ لأن يلتبس أمرهم على كثير من الناس. صحيح يحسب تظن أن فيه إيمان، نعم، يحقرون صلاتكم إلى صلاتكم، يظهر الإيمان يبطل الكفر. ثم الله سبحانه وتعالى جمع الجميع بقوله يا أيها الناس. من الناس؟ مؤمن، كافر، منافق. أول نداء نداء للتوحيد، اعبدوا أي وحدوا. لماذا نعبد الله سبحانه؟ قال اعبدوا ربكم، منفرد بالربوبية، لا بد أن يخرج من عباده، الذي خلقكم ورزقكم وأمدكم بالنعم وأرسل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وأنزل الكتب، والذين من قبلكم يعني خلق الذين من قبلكم، لا خالق إلا الله. ثم سرد الله سبحانه وتعالى الأدلة التي تدل على انفراد الربوبية، استدل بهذا على الألوهية، ثم ختم الآية بأول نهي فلا تجعل الله أندادا، سبحان الله مثلا فلا تجعل الله أندادا وأنتم تعلمون. تعلمون ماذا؟ تعلمون أن الله هو المنفرد سبحانه وتعالى بالربوبية، فكيف يعبد غير الله؟ الند أخفى من دبيب النملة، والشرك الأصغر أخفى من دبيب النملة على صفات سوداء. تقول والله وحياتك والنبي وحياتي وروحي وأمانة صحيح، وفي رقبتي والصغار يعلمهم هكذا، المهم صح أي نعم. وبعض الناس تحلف له أو يقول أحلف لك بمن؟ كيف أحلف لك بمن يا رجل؟ إن شاء الله عندكم قلنا هذه الكلمة نسينا، كيف يقول كلمة عندكم حاجة غير الله قلنا عليها عندكم النبي؟ لا لا سيدي نعم رأس الأب، لا غير رأس الأب، نعم.